بيدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو رضا إقامة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك داخل مصر بعدما كان التوجه إقامة اللقاء خارج مصر. وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إنه سيبحث مكان إقامة السوبر مع مجلس الجبلاية، ولا مشكلة في إقامة المباراة داخل مصر بسبب ضيق الوقت بعد الحصول على شرف تنظيم كان 2019.